خلينا نكمل ويا الأسئلة. عندنا question 3. write following method to be included in class kw array list of question 1. question 1 قصدهم الكلاس اللي سويناه اللي قصدهم. إذن أول method remove all the occurrences of the object obj from the list. If present and return true, else return false. إذن بما معنى إن هالميثود شنو شغلته؟ إذا شفنا شيء يعني مثلا عطيناه object وشفنا هالobject موجود في الليست يشيله من كل الليست كامل. إذن لأن ليش الريموف العادي اللي إحنا كنا نسويه إنه شنو؟ إنه بس يمسح أول واحدة وما علم الباقي. يعني أول صدفة خلاص أراكم بالرسم شنو اللي أقصده. هاي arrayList، هاي خلنا نعتبر الداتا مالتنا، خلنا نقول 20 هي التارجت مالتنا. إذن الريموف العادي أول ما كان يدخل، إذن أول ما يحصل 20 يمسحها، إذن ويكمل وسيدة يطلع يسوي شيفتنج ويطلع ما عليه من الباقي. هل فيها متكرر نفس الشيء؟ ما يشيك، خلاص مرة واحدة بس. اما هالميثود يقول لا، روح تشيك لي كل القيم، يعني مثلا 20، خلينا نقول 20 هو الاوبجكت، روح تشيك لي 20 في كل الاري وامسح لي كامل، يعني لا هال 20 ولا هاي ولا هاي. تمام، علشان نسوي هالعملية نحتاج شنو؟ نحتاج طبعا لوب، لأن ليش قاعد نتعامل ويا اري، يبتدي من اول شيء لاخر شيء. وشنو ونحتاج في مرة في كل مره زين نحصل الايتم، هاي بيكون بالاف طبعا، انه يسوي شيفتنج. برايكم في مره واحده بس ايش كثر بياخذ شيفتنج علشان يمسح؟ وهاي من سلبيات الاري. شوفوا مثلا احنا الحين نبي نمسح هاي، تمام، هاي التارجت مالنا نبي نمسحها. زين فشنو صار؟ خلينا نقول الحين الاف حصلت العشرين تبي تمسحها، فشنو بتسوي؟ بتسحب الثلاثين بتجيب هني، تمام، فالثلاثين جت هني. زين مفترض الحين شنو يصير؟ ياخذ العشرين، برغم العشرين احنا نبغي نمسحها ولكن ما في طريقة، لازم ننتظر كامل الشيفتنج يصير بعدين رجع القيم. زين هاي من مساوئ الاري ليست. من كذي بنحتاج لينكد ليست وبنتكلم عنه جايين له. ولكن خلينا نشوف شنو يصير. هاي في خطوه واحده، يعني شوف احنا عندنا 23، فحق كل واحده منهم بيسوي لي نفس الخطوات. كم مره بيصير شفتين؟ كم خطوه؟ بنشوف. زين فالحين نحتاج نجيب العشرين مكان الثلاثين، فخذ العشرين جابه مكان الثلاثين. زين انا الشيء اللي حطيت تحت خط هو اللي صار له شفت. زين ونحتاج عقب نشيل الاربعين نجيبها هني. زين فيت الاربعين يت في مكان العشرين. زين ونحتاج الحين العشرين نوديها مكان الاربعين. شوفوا يصير كوبي حق الهاي، كنا نحطه هني بعدين يصير شفت مثل ما شفنا في الفيديو القبلي نفس الطريقة. زين فشلنا العشرين جبناها هني، بعدين نشيل الخمسين بنجيبها هني. تمام ف هاي نسبة حق الشيفتنج. آخر شيء بيكون هني،
إذا ودينا الخمسين خب خلاص يعني اللوب هني اللوب خب وصل السايز في اللوب فما يقدر يروح بعد أزيد فبس هني يوقف والسايز هني نحتاج نقصره فبيكون بيصير ستة. شوف كم خطوة أخذ منه خلنا نحسب 1 2 3 4 5 5 بس عشان يشيل 20 وحدة. هاي مشكلة يعني إذا يعني إحنا قاعد نتعامل ويا كمبيوتر وصدق الكمبيوتر يقدر يعني يسوي مثلا مليارات الخطوات في ثانية واحدة أو أقل، ولكن كل ما نقلل بيزيد سرعة البرنامج لأنه وايد أشياء يشتغلون ويا بعض. زين فمن كذي array list حق ال remove وال add ضعيف ما يعتبر أقوى شيء، ولكن في السيرش يعني مثلا أقول له أبغي أدش إندكس 5 دايركت يوديني بدون ما يتأخر في خطوة واحدة. زين فهاي هو العيوب ماله. فخلنا نروح حق الكومبايلر ونشوف شلون نقدر نسوي هالميثود. خب بنسوي هني قال لي يبغيها يكون بوليان، نيتشيك هل مسح ولا لا مثل ما تشوفون في السؤال، يبغيها بوليان فنقول له public boolean remove all. انا شوية بعدل الاسم علشان يكون واضح انه شنو الفكرة. remove all similar object عشان توضيح يعني. خب ما خب بنستلم object، بنستلم object بيكون نوعيتها اي نسميها object، نفتح بريسي خلا بس نحط retain false عشان يروح عنا الايرور ونقدر نشتغل. خب نسمع حق هال ميثود. اول شيء الاوبجكت احنا ما نعرف مكانه بالضبط زين، فنحتاج نسوي له سيرش. ممكن حق اول مره نحط نستخدم اندكس اوف ولكن هو نفس الشيء في النهايه لوب، فاذا سواء كتبنا اللوب او لا نفس الشيء. أنا بكتب لكم الكود بطريقتين، طريقة نستخدم الميثودات اللي موجودة عندنا، الطريقة الثانية إن إحنا نكتب الكود كامل. تمام؟ فالطريقة الأولى شو نسوي؟ نكتب for زين؟ وهاي اللوب لأن ليش كل ماله نحتاج إنه يتشيك لي. بعدين نخلي له اف نقول له the data، نخلي i dot equals object. في الاف نفسه بيبتدي الشغل بس خلي احط علامات عشان ما نضيع. for وهني بنحط اف اف. تمام فهاي الكود الاساسي اللي اول شيء. فاذا مسموح نستخدم اي ميثود زين نحتاج يعني اي ميثود موجود فشنو بنقول له؟ بنقول له بنقول له ريموف بالاندكس نعطي الاندكس اي وانتهى الموضوع. بنعدل الاف الكونديشن مالتنا بنخليها من مكان يكون شو اسمه ريموف عادي. خلينا نسوي حركه حلوه ان شنو نخلي برنامج ثاني هو اللي يشيك لي. تمام بس بعدين نحتاج نغيره فبنخلي كونتنت يتشيك لي هل موجود الـ OBG أو لا. تمام يعطيني true ولا false على حسب إذا موجود ولا لا.
شوفوا هني لازم نعكس العملية. زين إذا أعطاني true معناته شنو؟ إن هاي شو اسمه الأوبجكت موجود. أنا ما أبي يعطيني true، أبي يعكس لي. فعشان يعكس لي شو أسوي؟ هني أخلي له condition. زين أخلي له العكس. زين أخلي له علامة تعجب عشان يعكس لي. إذا أعطاني true بيرجع فولس، واذا اعطاني فولس يرجع ترو. تمام فهمت الفكره؟ لا بشغل البرنامج وبراويكم الطريقتين بالعلامه التعجب وبدون علامه التعجب عشان يعكس لي. نسوي لنا لسته. زين هاي اللسته مالتنا system.out لان نوعية الهاي بوليان، فبنقول له شنو؟ بنقول له list dot dot remove all similar object. زين ونخلي العشرين وكا عشان نشوف شنو صار. فخلنا نطبع to string مرتين عشان نشوف الفرق. مثل ما تشوفون شال العشرين كامل وعطاني ترو هني انه شالهم. لان ليش احنا شنو خلينا الميثود اللي هني عكسناه، قلنا الشيء اللي تعطيني عكسه، يعني هو عطاه فولس. هل او بي جي موجود في الليستة؟ عطاه فولس. خلي بشيل علامة التعجب وبرد بشغله وتشوفوا الحين بيعطيني فولس. زين احنا ما نبي فولس، احنا شلنا العشرين اوريدي، ليش يطلع لنا فولس؟ فبنقول له شنو؟ علامة التعجب انه اعكس اي شيء يطلع اعكسه. فاعطاني ترو. زين هاي سويناه بدون ما نستخدم الهارد كودينج. الحين بالرد بنسوي الميثود، ولكن بنكتب الخطوات بنفسنا. لان ليش مضطرين نسوي الخطوات؟ لان ممكن يسألكم ان سووا انتو الخطوات، وبنشوف بعض طريقة على شان الفولس والترو. ممكن نخلي الفولس يطلع او الترو يطلع من اللوب. بنشوف الحين شلون بنحلها. تمام فالحين خلينا نشيل هاي ريموف. في حال صاد الهاي لازم يصير شيفتنج. الشيفتنج شلون يصير؟ عن طريق اللوب. نقول له فور، زين بنسميه هنا انتجر جي. زين equal. شوفوا هني لازم اعلمكم شغله، ان الجي مفترض شنو؟ خلي برايكم شيء مهم عشان تفهمون قصدي. بس قبل هاي الجي لازم ما يبدي من صفر. ليش؟ بقول لكم. شوفوا هني الحين احنا صدنا ان الالمنت هني 20 هو اللي فيه المشكلة، او الاندكس ماله 1 هو اللي فيه مشكلة. زين فهل احتاج اسوي شيفتنج من البداية؟ هل احتاج العشرين الرقم اللي هني اجيبه للمكان العشرة؟ ما احتاجه. فشنو مكان اللي احصل فيه المشكلة؟ هني ابتدي منه. زين وين هالمكان؟ هالمكان انا حطيت له شرط، قلت له اذا الاي زين dot equal obj، يعني هني شو اسمه مكان اللي بامسحه، يعني الجي لازم يبتدي من وين؟ من نفس مكان الاي. يعني خلى علشان توضح الفكره براويكم هني باللوب شلون مفترض يصير. زين خلينا نشوف. في اول مره احتجنا دشينا بشو اسمه باندكس شنو؟ باندكس 1. زين وسوينا شيفتنج الى شنو صار؟ صار شكل الاري هاي الشكل، هاي المرحلة الثانية. زين هاي صار شكل الاري. تمام هاي شكل الاري صار. زين في المرة الثانية احنا ما بنحتاج ندش من 1، زين نحتاج ندش من 2. شفتوا شلون؟ لان وين؟ العشرين في 2. زين بندش من 2 بنسوي شيفتنج حق ال40 بنيبها وال20 وال50
زين وكذي يعني. على فكرة هي في الواقع بتصير شوية يعني غير، بخلي لكم بس عشان افهم الفكرة، بعدين بقول لكم في الواقع شلون بيكون شكلها. زين فالحين نحتاج ندش من وين؟ من index 2، مو من index 1 ولا 0، من index 2، لأن وين العشرين هني حصلناها. زين عقب يوم شلناها صار بهالشكل. زين الاري، الحين نحتاج ندش بإندك 3. تمام، فالآيات اللي صدناهم لو تلاحظون، لو الآيات أول آي رقم 1 اللي فيه 20 صدناه وسوينا شيفتنج، بعدين ثاني مرة صدنا باثنين زين عشان نسوي شيفتنج، بعدين 3 زين، آخر مرة وقف. ليش كذي؟ لأنه يعني واحد وترك صاير كل مرة، واحد وترك. زين لو مثلا اثنين ورا بعض كان بعد شغلة ثانية. زين فاحنا نحتاج نعدل اللوب مالنا، انه شلون يبتدي من الاي الجي، يعني ما يحتاج يدور هني لانه هاي مو تشيك، هاي شيفتنج دايركت بيسوي لي. فبيبتدي من هني علشان شنو؟ ياخذ الاليمنت من هني يجيبها هني. زين وهو رايح، هو الديتا في الواقع بيكون شكلها كذي. زين ولكن هاي الرقم اللي موجود هني، هاي شنو؟ السايز قاعد يتغير له في كل مرة، فالرقم الجديد بينكتب عليه، فكأنه ما له أهمية. اوكي بيكون كذي، ولكن الاوريدي بيش اسمه ديتا، يعني مثلا احنا السايز كل ماله قاعد قصر، فاذا بنكتب ديتا جديده بي عليه، فديلين بيصير لهم لوز اوريدي، فمو ذاك الشغله. زين فخلنا نعدل الجي مالنا انه يبتدي ويا الاي، لان ليش؟ نبني نشيل ال20. فعلشان نشيل ال20 فالجي يساوي الاي سيمي كولوم. زين جي اصغر من size. زين سيمي كولوم j plus plus، نحط بيسي رغم يعني ما نحتاجه، ولكن علشان شو اسمه، علشان يكون واضح كل شيء. وهني بنحط كوما. زين هني direct shifting شنو بنقول؟ the data equal the data. زين يعني شنو بنخلي؟ احنا خب نتعامل ويا جي، ما لنا شغل في اي في هالمرحلة، احنا اصلا لوب سوينا عشان سوي شيفتنج. فشنو بنقوله؟ بنقوله جي زين equal جي plus 1، نفس الالغوريثم مال شيفتنج، نفس الطريقة بنخليها. زين عقب ما يخلص كامل هني وينطرد من الجي، مفترض شنو يصير؟ يصير له size plus plus. زين في شغلة بعد مهمة الحين الاي. زين هالخطوة يعني يوم بيصير shifting، يعني مثلا الحين احنا دشينا، شوفوا وياي احنا دشينا بواحد صح؟ زين مكان الواحد هي الداتا جديدة، وممكن احنا ما ندري، احنا حاليا قاعد تخيلنا الداتا، لكن ممكن الداتا اللي تيجي تكون اصلا 20، لازم نشيكها صح؟ فعلشان ما نطيح في هالخلل شو نسوي؟ نرجع اللوب خطوة ورا. فشو نقول له؟ نقول له اي ماينس ماينس، نرجع خطوة ورا احتياط، يمكن الداتا اللي تيجي عقب الهاي اوريدي تكون شو اسمه، رد تكون الرقم المطلوب، لان احنا حطينا فرضيه ولكن ما ندري. زين وبنشيك هالاشياء، بنشيكهم في المين. زين مفترض هاي يكون لوبي اشتغل. زين الحين خلنا نفكر شلون نسوي له true or false. زين هو نقدر نسوي حركه ما نعور راسنا، ان شنو؟ نخلي له هني دايركت true، يعني اذا وصل هني يعني صار true، ولكن
انا احس هاي ما ينفع، يعني كنا قاعد نغش. فخلنا نسوي حركه سهله كلش. شنو بنقول لهم؟ بنقول بوليان نخليه تشيك باي ديفولت. باي ديفولت بنخليه شنو؟ فولس. زين، ونخليه وين؟ نخليه هنا. اذا دخل اللوب، دخل الاف، زين من غيره الى ترو. لو ان شاء الله مره واحده يعني اوكي صار الشيء اللي مفترض يصير، شنو نقول له؟ نقول له ترو. الحين خلينا نشيك الكود مالنا هل هو بيشتغل عندنا او لا. زين، هاي الداتا مالتنا مفترض نشغل البرنامج. الحين خلينا نشيك البرنامج. كنت حاط بلاس بلاس بالغلط، الحين بنحط ماينس ماينس. مثل ما تشوفون شغال طبيعي، زين ما في مشاكل. خلي مثلا نكرر 20 ورا بعض، بنشوف هل يقدر يشيلهم او لا. لازم تشيك الالجوريثم مالنا. زين، خليتهم 3 ورا بعض في النص. خلينا نشيك مع نفس الطريقة، قدر يتعرف عليهم مسحهم. خلينا نحط مثلا فوق الهاي. بعد اوكي قدر يتعرف عليهم ومسحهم. خلينا نمسح كل شيء بس نخلي 20 ونشوف شلون بيشتغل. زين، شال كل العشرين، فعرفنا ان الميثود مالنا صح واشتغل تمام. فخلنا نروح حق سؤال ثاني. انا عندي سؤال بنفس طريقة الهاي، ان نسوي ست من مكان اللي نحصل فيه ديتا. خلنا نحطها السؤال ونحاول نحله.